اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امي. نحب نقول لكم بولاني والا بولاني ايه هو ما يقوليش بولاني. على كل ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير ويكون 2020 خير من 2019 للناس الكل. هذا ما جرى وهذا ملخص 2019 حسب رايي. بارتي الترجي والوداد اللي في رادس اللي ما حبتش توفى وكملت ساعتين متاع الليل في رمضان. ورينا مشكلة الفار والقضايا ما بين الاسبيرانس والوداد واللي فصل فيها التاس والاسبيرانس ربحت الشامبيونز ليج ثاني مرة على التوالي. مبروك لتونس ومبروك للترجي. هذا رياضيا، اما اش صار في تونس سياسيا؟ وفاة رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي الله يرحمه، وهذا اللي خلى نعملوا انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة الاوان، حملات انتخابية ومناظرات وبرش حاجات اخرين، والشعب التونسي ولا يشوف ويثبت ويسمع الخطابات السياسية. لقينا ناس تغلت الفقر على نبي ربي معاه، ربي مع الزوالي وربي ينقذ الزوالي، رانا متنا موتين متنا. لقينا ناس وعدت بالمحاربة متاع الفساد والخطاب الثوري، وهذه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية، والتشريعية النهضة بعد قلب تونس وبعد التيار، ويأتي الأحزاب الأخرى. في بالنا زاهي في عنق الجمل أكثر من الزهاء من غادي، أكثر من الزهاء من غادي. أما خسارة، رينا مشاكل في مجلس النواب وعلى الحكومة ما زالت ما تشكلتش حتى لتو. يعني شيخ نلقى روحي نموت. مع الأسف زاد سناء، برشا ضحايا، برشا ناس توفات، أطفال رضع صغار شباب، وبرشا ناس توفات منهم الرضع اللي توفاو 11 طفل صغير رجعوهم في كردونة، منهم اللي توفاو زاد في حتى متاع السبالة في سيتي بوزيد، معناتها فلاحات كاتحات يخدموا على روحهم توفاو جراء الحادثة اللي سمعنا بيه الكل. زاد آدم بوليفة الله يرحمه زاد مشى يسهر توفى، حكاية سمعوا بيها الكل، سمعنا بيها الكل زاد. وآخرهم الحفلة متاع عمدون اللي تقلبت، الله يرحمهم الناس الكل، وإن شاء الله آخر الأحزان، وكل الناس الكل لازم تحمل مسؤوليتها، واللي غلط يخلص. نرجع كورة زاد السنة 2019 تلعبت كأس أفريقيا في مصر. تونس ما بدأتش بالباهي، مي أما تحسننا، وصلنا ديمي فينال كونتر السنغال. يمشي برجالي ساسي ويضيع كورة، مش ممكن مش ممكن، فرجاني ساسي ضيع كورة فينال بشكل مؤقت، مش ممكن. لا عرفته بشي ضيع، والله عرفته بشي ضيع. خسارة فرجين ساسي ضيع بيلندي، ولا حال وصلنا للفينال معناته وصلنا فينال كونتر احنا وتزاير، وتكون فينال ممتاز. تزاير ابدعت وهزت الكوب دي موند، فمبروك لنا. البوز اللي صار في التلفز متاع تونس الكل، مشاكل عرق ما بين مريم الدباغ وعربية، ما بين كلاي وباي الزردي، والقائمة تطول. يا عالم حياتنا برشا زرار، بابا ولو بندية، اوه بندية، بما تبكيش يا عيني. هاي كانت هذه احسن الاغاني والاغاني اللي ضربت في تونس، وهي قائمة كبيرة. ما اخترنا زوز اغاني مشهورين برشا، ربي يفك سراح الشاب بشير، وربي يفك سراح اي واحد مظلوم. كانت هذه الملخص متاع 2019. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد من عالم امين. ان شاء الله الفيديو عجبكم، اشتركوا في القناة، ثم فيديوهات ان شاء الله اخرى، وان شاء الله 2020 يكون خير.